العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجلٌ فاستنكاه، فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. أقبلت هذه المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطى ثابتة وفؤاد يرجف وجلا وخشية، رمت بكل مقاييس البشر، تناست العار، لم تخش الناس، أقبلت تطلب الموت. فالموت عندها يهون إن كان معه المغفرة، يهون إن كان بعده الرضا من الله. أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أصبت حدًا فطهرني. عندها يشيح النبي صلى الله عليه وسلم عنها بوجهه، فتقبل عليه وتقول: يا رسول الله، أصبت حدًا فطهرني، أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إني حبلى من الزنا. فقال: اذهبي حتى تضعيه. فولت هذه المرأة استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمر الشهر والشهر والآلام، تلد الآلام فتأتي بوليدها تحمله، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ها أنا ذا وضعته، فطهرني يا رسول الله. قد وضعت وليدها، فكلنا يعلم تعلق الأم بولدها، فكانت فرصة لها ألا ترجع، ولكنه الإيمان والتوبة. فيقول لها النبي الرحيم: اذهبي حتى ترضعيه فتفطميه. فعادت بابنها الرضيع، فلو رأيتها ووليدها بين يديها والناس يرقبونها عجبا وإكبارا. وربما النفس تسول وتزين لها أن قد قمت بما عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم ردك مرارا، ولكن الإيمان والخشية تغلبت على كل شيء،
وترجع به بعد حولين كاملين بعد أن زاد تعلقها به وتعلقه بها. كلما ألقمته ثديها أو ضمته إلى صدرها ازداد حبها له، فهي أم وللأم أسرار وأخبار. وتدور السنة تعقبها السنة، وتأتي به في يده خبزة يأكلها، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد فطنته فطهرني. عجبا لها ولحالها، أي إيمان هذا الذي تحمله؟ ما هذا الإصرار والعزم؟ 3 سنين والأيام تتعاقب والشهور تتوالى، وفي كل لحظة لها مع الألم قصة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارها دفع بالصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتوضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس، فغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. رضي الله عنها ورضي الله عن ماعز. إنها الخشية لم تزل بذلك المؤمن وبتلك المؤمنة حين وقع في حبائل الشيطان واستجاب له في لحظة ضعفه. إن أذنبا ولكنهما قاما من ذنبهما بقلب يملأه الإيمان. نعم أذنبا ولكن قام في قلبهما مقام التعظيم لله. كيف نعصيه وهو المنعم؟ كيف نعصيه وهو الخالق؟ كيف نعصيه وهو الرازق الواهب؟ كيف نعصيه وقد كسانا وآوانا؟ فلم يقنع إلا بالتطهير، وإن كان طريقه إزهاق النفس وذهاب الحياة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حذير، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تصلح أمور العباد في الدنيا وفي الآخرة. قال أبو حفص:
الخوف سراج في القلب يبصر به ما فيه من الخير والشر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد وأراد بلادنا بسوء اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه يا طبيب عزيز. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصلح لنا ذرياتنا واجعلهم قرة أعيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسوف جلساء الصالحين الناصحين الذين يدلونهم على